يصير يا ابو يوسف يعني ما يصير. انت اركد بس ويصير. يا ابن الحلال تعوذ من الشيطان وخلنا من النجره. اي نجره الله يهداك يبا، اي نجره. الموضوع بسيط وما فيه اي نجره. انا لله وانا اليه راجعون. يا صبر ايوب على بلواه، انت شلك بالداب وشيرته؟ الريال ما قال لك ان الدامه ما تكلف اكثر من 30 دينار؟ بلى. بعد ايش حقه بتروح البيمه؟ علشان يصلحوا لي. اي بس ما تسوى، روح وتعال علشان 30 دينار الله يهداك. وانا هال 30 دينار هذه لاقيها بالسكه؟ انا لله. لا طيب الدينار اليوم متغلغص يا يبا ولا يطلع الا بضرب لايح، وانت تقول لي خلي 30 دينار ما تسوى؟ اي بس يعني الله يهداك انت يعني ما بس شنو داعي. بس شنو ما في داعي؟ شو ما في داعي؟ انا ايش حق مبين شامل؟ ما غير حقها الدعم وامثالها؟ ادري يا عزيزي انت مبين مع نسبه تحمل، يعني بتدفع 10% من قيمه التصليح وخيرا. ما علي بدك الزهيد. الله بالخير. الحقيقه فرصه ان ندعيكم انا والجماعه في البرنامج علشان تقضون معانا بعض الوقت. عاده احلى الاوقات اللي تدعي فيها ربعك وجماعتك وهلك حق سمره، وانا اقول لكم يا هلا فيكم، الليله عندنا سمره.
قلت ابو فيصل والله شو اقول لك يا ابو طلال المساله سهله ترى ولا يبي لها شيء اما انك موافق ولا لا من ناحيه موافق انا معاك لكن من ناحيه الفلوس ايش فيها الفلوس منين اجيبها افا لك يا ابو فيصل من الدينار لما الالف بس انت امر كفو كفو يا ابو طلال مشكور ما قصرت لكن ايش لكن ترى بطيت شبدي اللي سمعك الحين يقول هذا بيشتري زيرة ما يدري عنها قسيمة الله يقطع بليشك أدري إنها قسيمة ما هي جزيرة لكن الأهم لكن عنبك استح ريال شكبرك شعرضك وتردد قوم قوم انت مال تجارة لا ويبط شبدي إذا قال لي طارت تطير برزاقها معلوم معلوم تطير مدامت كذي خواف التجارة تبي لها واحد قلبه ميت تعرف شنو قلب ميت؟ لا والله ما أدري علمني قلب ميت يعني بايع ومخلص الربح كان بها وانخسر بالطقاق اللي طقك أنت ورأس مالك كله ها والله العظيم خواف وتقبط الناس لشافهم متوفقين بتجارتهم بطلال أنت من أخذت التقاعد ودشيت سوق الجت وأنت متغير من تعيسى الأولي معلوم معلوم أصير غير بالله عليك هم قبل إحنا عايشين من البيت لما الدوام ومن الدوام لما البيت بالليل الواحد يحاتي انت اخر بالثروه شوي وبالنهار يلا خير طاقه كبدك من المراجعين لا والله والله ما تقول ليش اللي خلاك كذي السوق يا حبيبي السوق دش السوق وشوف ايش تنقط فيه من فلوس يجيك واحدهم بيده كيس نايلون مخطر تقول ياي من سوق السمك من سوق الخضره والله العظيم شوي ولا هو قاط عليك ست سبع طابوقات طابوقات ايه ربطات مات عشر ها اي نعم وش حق يقطهم امحطك بالقلم ها يقطهم يعني يحطهم على المكتب وياخذ بدالهم اسهم طلال بسألك سؤال نعم منين يجيبون هالفلوس من البواليع ها هالايام البواليع الله خير تطلع فلوس ايش فيك انت يجيبونهم من التجاره من الاسهم من البنك ليش تروح بعيد تعرف محمد عبد الرحمن اي محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن اللي قبل طايح بالمقه في طارد سيارته لا شقله ولا مشقله ايه عرفته عرفته عرفته
ايش فيه بعد هذا؟ صدق صدق هذا معزل بسوق الجت. ها؟ اي نعم. حمود ما غيره؟ حمود ما غيره. لا وحتى ايش يسمونه؟ الحجي محمد عبد الرحمن ابو دعيك. مو على خبرك. حمود. العاب تغيرت الاحوال. بس ماني خبره كذي، شلون طلع هالطلعه؟ وصل 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 الريال. خلك انت بالسجل العقاري مالك. ها ابو طلال ايش تنقد على السجل العقاري؟ لا لا سلامتك سلامتك. اشوه. ها ايش قلت؟ ايش عنا بعد؟ اشق هدومي؟ ها اشق هدومي؟ صار لي ساعه هاتشك وتسالني ايش عنه؟ عن القسيمه يوز عن البخل. يا ابو فيصل طلع فلوسك فرفشها شقلها فعليك. يعني تصور ما فيها خساره؟ ابدا ابدا ابدا. وان خسرت اعطيك فلوسك كلها. وان ربحت كلها لك. حلال عليك بالعافيه. ايش تبعد ابو طلال؟ نعم ذمتك ابى اسالك سؤال. اسال. انت ايش مصلحتك من هذا كله؟ ما دايم مو داش جابك شيء. ستيوبد ستيوبد باللغه الفصحى قبي جدا. أنا؟ أنت نسيت إنك ولد عمي وتهمني مصلحتك؟ نسيت؟ يعني حرام هالأيام واحد يسوي خير؟ حرام؟ لا يبا ما نسيت إنك ولد عمي، ما نسيت، شفيك أنت؟ ما نسيت ولد عمي بعد شيء. عبا شاي أصبي. ها ايش قلت الحين؟ توكل على الله يا أبو طلال. ومتى نروح نشوف الأرض؟ الحين الحين انبغي. ايش رايك يا ابو طلال نشاور الربع مو احسن؟ شاور وانا ما يحصل لي واحد مثلي ينصحني كذي. لكن الربع بطو ومعدينا الساعه 8 والحين الساعه 9 الا ثلث ولا بينوا. اكيد اكيد حصل شيء اخرهم. لا ابو خالد اللي اخرهم. ابو عبد الوهاب. خير يا ابو فيصل عامر. نسيبك وابو وليد وينهم؟ بالمخفر. افا عسى ماشر. لا لا ماكو شيء. لا تخاف ماكو شيء. ايش حق رايح المخفر؟ مو والله يسلمك سيارة ابو يوسف مدعومة عند الباب. اي نعم. فاخذ وياه ابو وليد وراحوا المخفر عشان يطلعونه ورجع حق البيمة. ايشوه حسبالي بعد فيهم شيء. لا 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 تحسب. الريال للحين اذا مربوطة من الزلقة اللي زلقها اول امس ببيتكم. زين هذول بالمخفر باقي الربع وينهم؟ وانا ايش دراني عنهم؟ ولي امرهم انا. ربعك لازم تنشد عنهم. يا اخوي همهم ربعك بعد. لا لا يا ابو عبد الوهاب انت اقرب مني لهم. يا اخوي ايش قالوا لك عيالي؟ ايوه. الله يهديك يا ابو عبد الوهاب. ختنا شراع وميداف الله يهديك. شفيك؟ يا اخوي ما ادري عنك انت صار لك ساعه صاك علي. انت ما تقول ايش تبي؟ لا 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 سلامتك يبا ما ابي شيء سلامتك. سيدتي انتبهي عليك أن تعلمي جيدا قبل شرائك أكياس القمامة أنها متينة. متينة؟ أجل النيل سميك. لماذا؟ لكي لا تستطيع الفئران تمزيقه بسهولة. الفئران؟ الفئران تأكل كل شيء، خشب، نيل، قماش. حسبتك فأر. ماذا؟ وضع القمامة في أكياس سميكة يصعب على الفئران فتحها بسهولة. وادانا ان القلب يلي تهواه.
شوفوني دام عرب ما خفى خيب مني الوفا دام عرب ما خفى خيب مني الوفا دانا 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 ترى مدخن وواصل حده فا نعم ليش اخوك ابو فيصل ايه؟ معصب فيه مخلي السكرت تبع فيه فوق لا ملل اي ليش عاد هذه سالفه طويله اقولها لك بعدين المهم ايه ما شفت ابو خالد خالد لا والله ليومين الحين ما شفته وين يولي هالريال ليش بغيته بشغل اي والله افا افا يا ابو طلال رقبتي سداده يا اخوي انا سد محله لا خلا ولا عدم يا ابو تهاني هم تبيك اقول نعم. تذكرت ترى اخوك ابو خالد معزوم بيت السباه يعني شلون مو يا اليوم والله ما ادري عنه بس شنو هالشغل الضروري هذا اللي ما يخلصه الا هو مو قصدي كذي آه بعد عيل شنو قصدك انا بيكون ويانا عشان لا يتشره رحنا بدونه عدل عدل اما بهذه طلبت حقك عدل اما اخوك ابو خالد يا الله خير ايه يحب التشره ازيد من الطبيخ تذكر العام يوم نروح بانكوك بدون لا نقول سوتينا انا اشهد ان عفسنا مولية. عفسنا وتقول ذيبه والله شو اقول من هالحكي انتم ما فيكم خير فعلاتكم وتركتكم صاحبكم اللي يا وما شو ايش دخلنا بهالحكي لا بعد لو بتطالع الصج هو ما له خلق سفرات بالمره لا ونسافر ما يطول اسبوع ساعة ويرجع يموت على البيت ها يموت يموت درك ما عارف رفيجي اقول شو تسوي فيه هذا طبعه اي والله شو تسوي فيه ولا شيء صاحبنا ومجبورين نستحمله يوس حبيبي الله يسلط على فاطمه حسبي الله عليك لا يا بدر السوق والله لا يوفقك من صبي حسبي الله عليك انا بغيت اروح بشربة ماي الله لا يوفقك افا عليك يا ابو خالد عليك احسن ما شفت اي والله سلامات يا ابو خالد سلامات والله يسلمك شفت شلون بغيت اروح بشربة ماي افا اي والله زين وانت شو ملزق من الرصيف انت يا معوض طاح باكيتي كندس تاخذه زين ولا هاللي جايني ترس راسه ما اعطيه تيزه ميزه تقول مطرش الله لا يوفقك
عطنا ماي يا صبي. خطاك السو. خطاك اللاش. ايوه شفت شلون يا ابو طلال؟ بغيت اروح كافي من كيس هالي. وانت شبرك بكوانيت؟ انت شيحط. يا. اتكشخ. شحق راكب وانيت. انا ابوك واحد راكب وانيت غير مجبور. ايوه مجبور وانت عندك سياره قيمتها 4000 دينار؟ يا اخي مدعومه. بالقراج. ارتحت الحين؟ وانتو ايش فيكم هالايام؟ كله مدعمين كله مدعمين كله مدعمين مشتهين حنا مشتهين ندعم مستانسين حق الدعمة. يا اخي ما صارت هذه ديري هالكبرها كل واحد يا وعطوا اجازة تقول ماكو سواقين بالديرة. اي والله صح يا وبس هذا اللي سويت بينك ما بين الله. ديري هالكبر نعم السيارات فيها اكثر من اهلها. اي والله والله مليون سياره فيها. هذا حكي عاد لكن من تحاكي عطنا قدو يا ولد هين. في كل حلقه من حلقاتنا راح نقدم لكم اغنيه مشهد حديث يمكن سالفه بالاسود والابيض. الفكره ان نوري الناس اللي نولدوا بال73 شلون كان التلفزيون لما كان اسود وابيض. يا الاسمر يا زين يا الاسمر يا زين حبي كسرني ودلالك غير الواني حبي كسرني ودلالك غير الواني يا من الروح والعين يا من الروح والعين الشوق امرني اطيعك وانسى خلاني الشوق امرني اطيعك وانسى خلاني الشوق امرني الشوق امرني الشوق امرني اطيعك وانسى خلاني يا الاسمار يا زين يا الاسمار يا زين حبك اسرني ودلالك غير الواني حبك اسرني ودلالك غير الواني يا من الروح والعين يا من الروح والعين الشوق امرني اطيعك وانسى خلاني الشوق امرني الشوق امرني الشوق امرني اطيعك وانسى خلاني سهمك جرحني وغرامك تيه افكاري وشوقي فضحني وبيح في الهوى اسراري سهمك جرحني وغرامك تيه افكاري وشوقي فضحني وبيح في الهوى اسراري جانك درت فيني بالك تخليني 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 الشوق امرني الشوق امرني الشوق امرني اطيعك وانسى خلاني يا الاسمار يا زين يا الاسمار يا زين حبك اسرني ودلالك غير الوان حبك اسرني ودلالك غير الوان يا من الروح والعين يا من الروح والعين الشوق امرني اطيعك وانسى خلاني الشوق امرني اطيعك وانسى خلاني الشوق امرني الشوق امرني الشوق امرني اطيعك وانسى خلاني من يوم عرفتي وطعم النوم ما ذوقه يا ليل ما شفتي ولا قلبي عرف شوقه من يوم عرفتي وطعم النوم ما ذوقه يا ليل ما شفتي ولا قلبي عرف شوقه جانك درت فيني بالك تخليني جانك درت فيني
تخليني جانك ترد فيني جانك تخليني الشوق أمرني الشوق أمرني الشوق أمرني أطيع وانسى خلاني يا الأسمار يا الشوق أمرني الشوق أمرني أضيعك وانسى خلاني قلت لك ما يصير يا أبو يوسف يعني ما يصير أنت أركد بس ويصير يا ابن الحلال تعوذ من الشيطان وخلنا من النجرة أي نجرة الله يهداك يبا أي نجرة الموضوع بسيط وما فيه أي نجرة إنا لله وإنا عليه راجعون يا صبر أيوب على بلوات انت شلك بتداب وشيرته الريال ما قال لك ان الدامه ما تكلف اكثر من 30 دينار بلى بعد ايش حقه بتروح البيمه علشان يصلحوا لي اي بس ما تسوى روح وتعال علشان 30 دينار الله يهداك وانا هال 30 دينار هذه لاقيها بالسكه انا لله لا طيب الدينار اليوم متغلغص يا يبا ولا يطلع الا بضرب لايح وانت تقول لي خلي 30 دينار ما تسوى اي بس يعني الله يهداك انت يعني ما بس شنو بس شنو ما في داعي شو ما في داعي أنا إيش حق مبين شامل ما غير حقها الدعم وامثالها أدري يا عزيزي أنت مبين مع نسبة تحمل يعني بتدفع 10% من قيمة التصليح وخيرا ما علي بدك الزهيد سلام عليكم سلام هلا ابو وليد ابو يوسف هلا بك هلا بك هلا بك هلا بك هلا ابو وليد كيف حال الشباب والله بخير الحمد لله شاي يا ولد ما يسبي خير ان شاء الله تاخرتوا لا والله سلامتك مرينا بيت ابو مساعد مبارك له بالبيت الجديد ها زين يعني ما رحتوا الاخبار لا رحنا بس قبل لا نمر بيت ابو مساعد اي زين ايش وهذا الشاي يبا يا عيك هات الشاي يا ولد حرك انا ما حاجه شكاره ما حاجتك ايش دعوه ايش دعوه يا ابو وليد هذا يزل لي يطلب لك شاي يبا ما بي زين مشكور مشكور ما تقصر ايش تبي الحين؟ سلامتك تموني يا ابو وليد غصبا عليك غيره اقول ابو يوسف خير ايش في صاحبك يا اخويا؟ ما ادري شلون ما تدري من انتو جايين يمين؟ امبلى ايش في يا اخويا؟ اكيد احد مكدره ايش في يعني ايش مثله؟ كلمه بشغله متهاوش اي عرفت ايش في؟ هو طال عمرك شار علي اني ما اروح البيمه ايه؟ وانا معزم اروح بس عاد هذا شيء ينزعل منه بذمتك بعد عطنا شاي يا صبايا حق عمك ابو وليد يا يوبا قلت لك ما بي شاي الطالب وطالب شاي يا ولد شاي يعني ما بي شاي شاي خصبه لا انتم ما ينقعد وياكم انتم الواحد يروح البيت يا هداك الله يبا هداك الله يبا يا اولي عليك هداك الله يبا الكهرباء التي تشع من خلالي تنير لكم بيوتكم وحياتكم إن وراء وصولها إلينا جهوداً مضنية بالكهرباء نتقدم سويت انت يا بولي تراك غلطان انت ليش تزعله والله ترى صحيح انا حاس اني مكدره طالما انك حاس انك مزعله ما ادري دائما ايه ليش قاعد ايش تبيني اسوي اوقف ايه وليش اوقف اوقف وروح له انت ابو يوسف وتسامح منه يلا كفو ابو خالد كفو على راسي نعم على راسي قوم تعال قوم زين وين في عاد الحين اي والله شنو وين في ادله قوم صاحبي وعرفه زين بوليد الى زعل يتمشى خلاص اذا من يتمشى ودله وين في يعني ايش حق القعده يلا قوم لي ابو انت ابو يوسف سمعت كفو عليكم والله
كفو ولا هانوا الحاضرين. لا لا ما قصر. يلا مرحبا بكم يا جماعه. عزيزين عزيزين حياكم الله. حياكم الله. حياكم الله. وشو بس ذي لا يسوون مو رياي شباريت بقعده بساع يشبون علامكم انتم ما تذكرون الله تذكروا الله يا جماعه بس ليش بطوا اكيد بوريد عفر فيهم وقب البيت ولا كل هذا يراضونه الله العظيم على اسمع عاد رفجع علي ان ما قعدت عاجل لا اقوم بطراسك بالقدو ويصير اللي يصير ول 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 ما خلص سلطير انت اركض شوي ايوه انا ايش قايل الحين يبا ما قلت شيء بس كنا بشكوتك ابو عبد الوهاب ترى مسختها ما نصغر عيالك يا السلام عليكم سلام يا ابو وليد وعليكم السلام السلام عليكم يا ابو تهاني يا هلا حيا الله منيا حييك هلا هلا ايش فيهم هذول بعد ما ادري والله لا ما يصير اكيد القهوه قاطين فيها عزيزو ادري والله ما يصير عسى ما يصير بعد الوهاب سلامتك يا ابو وليد هاي سلامت الله يحداك زبدتك ترحلجك حاسه الدراما عن القلط ارجوك
ان ما سكت ترى بيصير شيء ما صار. شو بتسوي؟ شو انا شلون شو بتسوي بالله؟ يا جماعه يا جماعه شهدوا علي ان ما سكت ترى بيشوف شيء ما شافه. ها سير ها ها شن جريبه يا يعني بالله قابل نقزر الليل كله بنجرى وياكم؟ الواحد من حاش من حوست اليهال والحريم يلقى قدام الرجال التهاوش. انا ادري كله منه كله منه هو اللي عفسنا. انا ابوك استحل وجهك عاد ترى انت اللي بادي اول. قام زين يا 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 لا 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 ما يصير ما يصير ما يصير. يا ابو رزقه اخذ اخوك ابو عبد الوهاب وخله عندك، ابو طلال انا راهي عليه. عطونا شاي يبا متهالي. هلا اخوي من رخصتك يا ابي ابو يوسف وكلمه راس. حاضر ممنون ولا يهمك ولا يهمك يا ابو وليد. احسن تعال ابو امر ابو اقول ابو يوسف خير. ابيك بكلمه راس. حاضر تحت امرك. دام انك كذي قم معي. وين في؟ ابشر لك ادو. يا في من ابشر لك يا ابو؟ لا اخوي لا انا ما ارتاح لما ابشر لك ادو بيدين. حاضر حاضر يلا اخوي مشينا. يلا مشينا يلا. وين رايحين؟ هني خمس دقائق ورادين. لا تبطون عاد. لا لا رادين ان شاء الله خمس دقائق بس ترى ناطرينكم. على خير ان شاء الله. يلا طولوا يلا مشينا. يلا مشينا. حياكم الله. الله يحييك. الله لا يبارك فيك من قدو. ايش في بعد؟ كل عله في انت صلح القلم عتفس الراس. اخاف من الماي زايد. شوف يا اخوي يجوز. شوف شوف اخاف الماي زايد. يجوز الماي زايد. شوف الماي زايد شيء ثاني. شوف تاكد من يا 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 طالب طالب سويت فينا زين. هسه ما شاء الله سبحتي طالع سويت فيني. فا فا ولا ابو وليد؟ لا يبا حصل خير. ايش دعوه ايش دعوه حصل خير. هسه ما زعلت؟ ازعل؟ ايش دعوه ايش دعوه ايش دعوه يبا هل انت راشني ماي مو دم. اللي رشك بدم ارش بغاز وحرقه بعد. احسنت احسنت بوليد احسنت. ما قلت ليش بغيت فيني. صبر خلني اخلص هاللي بديني هذا. هذا الشر مبطئ. ايه زين خلني اخذ نسم ثاني بعد. يلا خذ نسم ثاني بعد. وليد يدخن بشراهة ويرسل الدخان عالية. يابا قعدت راسك يوه؟ ايه من زمان. زين ايش بغيت فيني؟ ها شوف اخوي. تفضل. انت تدري ان الربع معترفين بسبب اللي حصل من سابع. عدل عدل عدل. ها زين وشنو المطلوب مني؟ اللي مطلوب مني ومنك ان حنا نصفي الانفس. تدري هذا الربع ما ينبغي انهم يزعلون مثل النساء. عدل زين تحت امرك. هم عدل كمل. فانا اقول ليش ما نحاول انا وانت نصفي الامور. احد قايل لك انا كيسنجر؟ لا عين. احد قايل لك انت يا رنك؟ هم لا. يا اخي مدام منك انت من تيارنك وانا ماني كيسنجر ما تقول ليش حقه صاير ممتيح وبس. هذا اللي انا شاد الظهر فيك هذا مردك؟ نسيت ان احنا ربع وان احنا من 30 سنه يميح؟ لا يبا ما نسيت. لا ما نسيت. وهم ما نسيت ان ذيله شغل اليهال بساعه تزاعلون وبساعه تراضون. مو انا هذا اللي ابيه. ابيهم بساعه تراضون. الحين تحت امرك امر. ما يامر عليك راعي شركة مقفلة. إيش قلت؟ إيش عنا؟ ما علمني. إيش رايك لو نسوي دوري؟ في كرة القدم؟ أفا رجايين مشوربين إيش كبر الواحد فينا؟ نحط حالنا حال الكرة؟ وإيش فيها الكرة؟ إيش تنقد عليها فيها الله يطيح حظك؟ لو أبجينهم يابك لهم قسايم. وإنت مخك إيش يابلك أنت؟ الصداع. علم نفسك. ومن قالك ان احنا بنسوي دوري بالكره؟ عيل بالله ايش في تبي تسوي دوري؟ ايش في؟ ابي اسوي دوري في الدومنه ابو يوسف في الدومنه. في الدومنه عتل عتل وراك ما تحشي بالاول. انت وحلتني صبرت انا ما مدالي اقول دوري ولا انت باق.
زين 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 زين. وهالدوري على قولتك ما يبي له كاس، ما يبي له ميداليات، ما يبي له دروع. بلى. منين بتجيبهم؟ وش حقه بعد كاس وميداليات ودروع؟ ايش حقه؟ ايش فيك تطالعني؟ ايش حقه؟ عايش منه بتلعبون؟ ايش منه؟ ايه؟ من اكل اكل اكل. ايه القهوه فيها كل خير، فيها الصويخات، فيها الباجله، فيها النخي، فيها الشاي والقهوه والقدو. 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 زين 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 زين. والحين الحين شو تقول؟ ما ادري انا موافق. خلاص 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 خلاص. عيني بروح نظم الفرق وانا بسوي لي قدو ثاني. ما صار قدو يا ابو وليد. يبا ايش عرفك انت؟ ما يحلى اللعب لما اقعد هالراس هذا ادل بقدو ثاني. يا ربي يلا يلا ابو يلا صح يلا جتك صح 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 صح. ها ايش قلتوا على المباراه؟ والله انا عن نفسي زاهد. وانا ويا ابو خالد جاهزين. والله عند ويك عاد يا ابو طلال دام اخترتني حاضرا. أيوة. عدل وانا وابو فيصل هم مستعدين. حاضر يا ابو جهاني بعد ايش تبي؟ هالدور هالدور عجبتوني. بس ها والله باللعب السمع لا يكون احد يغش ولا يزوغن. ايه ترى في اصويخات. أيوة. سمعت يا ابو طلال؟ حاضر حاضر. خوش خوش دامنا كذي. ايه؟ عيل يبا نادو ابو وليد نادو. حاضرين يا ابو وليد. يعني ابوك مثل ابليس. راح الدوري يا عيال راح. اي حكمنا ابو وليد بلا ست اشهر بالعظام على ما تيبر. يقول لك يمكن اروح بشتني. اقعد تعال اقعد اسول. اقعد وين رايح؟ على مكان. اصبر ايش فيك يا اخوي؟ يا الله يهديك. بس الله يهديك يا ابو يوسف. كربك بس. اويلي عليك بس. يا التحيه والحب لكم والمجد دائما للكويت. فمع الله.